أطرت فيا أختي بزاف. أنا لست تنبكي ونشكي، هاد الحالات هادو اللي واقعين دابا تنبكي ونشكي أختي. بقى فيا الحال ما لا بقى فيا الحال. شو الناس تبيعوا الماحية تدرموا عليهم لبوليس لوالو دمروا الشباب. مراش تبيع الماحية في العربية، مراش تبيع الماحية تبيع الماحية في الحشومة كاع. من وقتاش هادشي تما؟ من وقتاش؟ من شحال هادي ملي قعدت على راسي. انت شحال في العمر ديالك؟ انايا عمري 22 عام. انت دابا شنو تيضرك؟ شنو تيضرك دابا؟ الاعراض فاش شربتي الماحيه شنو ضرك؟ اش درنا قلبي تيضرني شحال من حاجه ضر نتفنى بيها. راه كاين اللي تفنى بيها كاين اللي مات بيها. انت دابا كتهضر وانت سخطين. ما دخلتيش للسبيطار شنو داروا معاك؟ السبيطار؟ باقي لا ندخل. خاصك تدخل تشوف الحاله ديالك. تدخل باش تشوف تجري براسك باش تعاود باش ما تكونش انت ضحيه ديال الناحيه. شربت البارح بالليل. ومي سختي الخبار؟ نسيت الخبار. سختي الخبار كيفاش؟ راسي الشوكه. الله لا اله الا الله. مشيت للسبيطار تشوف شنو كاين. شنو الرساله ديالك للشباب يعني؟ خوتي الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم، بعدهم من الماحيه وبعدهم من السيليسيون وبعدهم من الشراب كامل وبعدهم من البليه، خدموا الطريمه الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه للناس اللي يشربوا كانوا في العرس. كانوا في العرس كاين اللي تيموت كاين اللي تيتقشم كاين اللي تيوقعوا شحال من حاجه. دابا انت غادي تشي دابا قلتي لوالديك راك انت شارب الماحيه؟ قلتي لوالدي. دابا انت غادي تدخل حمزه ادخل المستشفى. شنو الوالدين؟ ادخل المستشفى. سير اخويا سير باش يعرفوا الحاله ديالك. سير احنا الله يدير لك تاويل في الخير اخويا. سير دخل اخويا.